وده رضا. رضا يا بنت هنا. ايه ده؟ ايه اللي جابك هنا؟ انت بالي اللي جابوك يا بنت. ماشيين ورايا ليه؟ انا لازمني بصراحه الكاس والميداليه اللي انت لسه كسبها من النهارده دول، عايزهم. بقول لك ايه، ما تخليش تغيب عليك ياض. تغيب على مين يا بنت بدل ما اعملها معاك؟ حل على فوق الساعات. لا بقى دول بقى لازمني. ما تخليش تغيب عليك. تغيب على مين يا بنت؟ يا بنت الساعات. اقول لك على حاجه؟ طب بيخلي بقى البوكس ينفعك. نهارك اسود؟ ايه بنت اللي شرطان لك وشك كده؟ انت كل يوم ترجعي لي متبهدله ومتخانقه كده؟ وشك وجسمك بقى كله شوارع. هتبوري وتقعدي جنبي وما تلاقيش اللي يرضى بيكي. انا اللي مش هرضى بحد. عمك لو شافك كده مش هيدينا ولا مليم. هو ده اللي يهمك؟ اللي عن سمايا ياما، مش ناقصه ولولتك دي. ولولوا عليكي ساعه وسكتوا يا بعيده. من يومك وانتي مجرسانه. ولما تكوني وجه محتاجي خناقات في المدرسة وفي الحارة وفي البيت وكمان في الجامعة. منك لله يا شيخ، منك لله. يا اسطى رضا. العفو. شكرا. طيب. حقك عليا يا رضا، أنا آسفة. أنا أول ما عرفت اللي بوزه عمله معاك أنا رميت له الدبلة في وشه. أنت فاكراني هسكت له؟ ده أنا هفتح قرن أم بكرة في الكلية. يا بنتي لا خلاص بقى، ما تعمليش حاجة تاني. بقول لك كفايه عليه انها رميت له الدبله في وشه، ده زمانه دلوقتي قاعد بيعيط لامه. المهم سيبك منه، انا كنت عاوزه اتكلم معاكي في موضوع. ايه رايك يا رضا لو تروح الدكتور نفساني؟ انا اتفرجت على دكاتره كتير في البرامج وسمعتهم بيتكلموا على البنات اللي حالتهم زي حالتك، وهم بيقولوا ان هي اكيد ليها علاج. يا بنت اللي بتقولي ده؟ انت شايفاني مجنونه ولا بشد في شعر؟ ده انت اللي عايزه تروح للدكتور. يا بنتي انتي صاحبتي واختي وانا عايزه مصلحتك وخايفه عليكي. اسمعي الكلام بقى عشان خاطري، لو بتحبيني صحيح زي ما بتقولي يبقى لازم تروحي للدكتور، ويا ستي لو انتي شايله هم الفلوس انا هدفع لك فلوس الدكتور، ولما تقبضي بنتهين. اتفقنا؟ ما هو من الاخر كده انا خلاص حجزتلك، وهتروحي يعني هتروحي، وهاجي معاكي كمان. مش رايحه حته. بقول لك ايه، ما تفتحيش الموضوع ده تاني. سلام.